سالي بأولى عناويننا الصباحية لليوم مع مساحة جديدة من مساحاتنا الصباحية، يمكن يكون أحد مفاتيح السعادة هو مساعدة الناس وقضاء حوائجهم قدر المستطاع. أكيد يعني رمين مثل ما قلتي، وكثير من الناس بيلاقوا راحتهم إنه في حدا عم بيساعدهم، نفس الوقت بنلاقي أشخاص أبعد ما بيكونوا عن فكرة المساعدة. لنحكي أكثر عن هيدا الصفات وكيف ممكن ندعمها بشخصيتنا، وخاصة إنه الأديان السماوية جميعا بتحث انه نحن نساعد بعض. رح نتعرف عن هذا الشيء مع غالية البغدادي، اخصائية بعلوم الطاقة وضيفتنا الدائمة. صباحك حب وطاقة غالية. حبيبة قلبي يسعد لي صباحك، تسلمي لي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك حبيبتي غالية. حبيبتي تسلمي لي. يعني دائما لما تكوني معنا بنعرف انه رح نحكي موضوع كثير مهم وكثير هيك حيوي حبيبتي. اذا بدنا نقول مساعدة الاخر، خلينا نحكي اليوم عن هاي القيمة، قديش اليوم مهم تكون موجودة بالمجتمع؟ ويا ترى في سؤال، الإنسان هو عنده هاي الفطرة مساعدة الآخر ولا لا هي حتكون صفة مكتسبة؟ لا أكيد كلياتنا عنا هالفطرة هي إنه نحن نساعد الآخرين، بس يمكن الحياة أحياناً أو العادات اللي حوالينا أو كيف نحن شفنا الناس، فهذا الشيء اللي بيغيرنا. هلا نحن على طول بنحكي، وقت أنا بقول الطاقة وعلم الطاقة وهالقصص على طول بنقول الكلمة إلى تردد كوني بالكون. صحيح. فأنت لما بتحكي كلمة بيكون كتير إلى أثر على النفس، على الشخص اللي قدامك، حتى أنت فيك تغيريه كامل بكلمة. يعني مثلا في قصة بحب أقولها، أنه في شخص مرة فاتت لعنده الطبيب، هو فاتت لعنده صبية عمرها 20، قال له ليش هيك وشك أصفر؟ ليش هيك عيونك؟ طلعت من عنده وعمرها 90، على قد ما وهمها وهي كلمة. وفاتت ختيارة على عكازة عمرها 90، قال له ما شاء الله عليكي منورة صبية، ما فيكي شيء، قومي، طلعت مشرقة وأحلى من صبايا العشرين. فإذا الكلمة كل هالقد لها أثر بالنفس، فما بالك أنت إذا أنت عم تعملي خير أو عم تبادري بهذا الشيء. يمكن غالية خلينا نرجع هيك للأساس أو للركيزة الأساسية نيرمين، وهي التربية بالبيت وما نشأ عليه الطفل. يعني أنا بتذكر ماما ساعدي رفيقتك، ساعدي أختك، يعني منبلش نحنا بساعدي أختك، تساعدوا مع بعض. فهيدي الفكرة تكبر. أكيد. فوقت يطلع الشخص للخارج، المحيط الخارجي، سواء بالمدرسة بالعمل، فهو إجباري بده يساعد لأنه أمه علمته هذا الشيء. تماما. قديش مهم التربية الصحيحة، قديش مهم التوجيه السليم. تماما. هلأ التربية هي أهم شيء بالحياة، والثقة بالنفس للطفل. يعني أنا لما بعطيه الدعم النفسي للطفل، أنا بدعمه نفسيا من كل الجوانب، مو بس أنا بدعمه إنه هو يكون قوي أو هو لا، أنا بدي أدعمه الدعم النفسي لما أنا بقوله أني أنا أدعمه نفسيا حتى يكون هو شخص كامل متكامل، يعني من الطيبة، من الإحساس، من الحنان، بنفس الوقت القوة. أما أنا ما بركز بس على شغلة واحدة، مثل ما حكيتي سالي شغلة كثير مهمة، لما ماما بتقلنا رفيقتك أو ساعدي أختك، أو حتى كنا كثير تقلنا ماما سندويشتك تبع المدرسة، إذا حدا عم يطلع فيكي أنت عم تاكل طعميه منها. فهالقصص هي بتعودك على الخير. لما أنا بنزل أنا وابني أو بنتي على السوق، بلاقي حدا مثلا مريض أو حدا تعبان أو حدا كبير بالسن بده يقطع الشارع، لما بيشوفني أنا بادرت مثلا مسكت إيد هالختيار قطعته الشارع، أو حدا طلب مني شيء أنا ساعدت، هذا الشيء كله بيعزز، يعني بيضل بالنفس عند الطفل وبيتذكر. وصدقيني نحن أي شيء بالطفولة بنزرعه بأطفالنا ما بينتسى نهائي. يعني نحن يمكن هلا إذا بدنا نحكي مواقف صايرة معنا، بتتذكري أنت وطفلة أكثر ما تتذكري شو صار معك قبل أسبوعين مثلا. صحيح. أنت وطفلة فورا. ليه؟ لأنه هذا الشيء بيتركز بالعقل الباطن. فهون بنعرف أنه أساس هالأفكار هي الحلوة نحن لازم نزرعها بذهن أطفالنا، تتركز بعقلهم الباطن، حتى قد ما كبرت يكبر الخير معهم، يضل جذورا خير ويكبر الخير معهم، مو بس ينسوا، يعني بس يكبروا. إذا كنتي أنت مربيتيهم على الشيء العشوائي انه والفوضى، وهي بيكبر كمان هذا الشيء معه، فانت ما عاد فيكي تركزي على الكبر. يعني اكبر غلطه انا بعملها بحق نفسي وبحق اولادي لما انا ما بزرع صح، وبيجي بقى على الكبر بلوم انه ليه هيك، ليه قلبه قاسي. كثير بنسمعها مثلا من امهات، انه مثلا انا ابني قلبه قاسي او بنتي قلبها قاسي. طب هي القسوه منين اجت؟ من الاساس. صحيح. يعني لما نحكي عن موضوع المساعدة سالي، ما فينا ننكر الواقع اللي نحن عايشين فيه، ومثل ما قلتي بالبداية التجارب اللي مرينا فيها بتخلينا شوي مثل ما قلتي نكون قاسيين، أو حتى يمكن ما عنا حس المبادرة لنقدم المساعدة، ويمكن المساعدة تكون معنوية أو حتى يمكن مادية أو تكون بسيطة. خلينا نحكي اليوم كيف فينا نرجع للفطرة الحلوة اللي نحن موجودين عليها، كيف فينا نحن نفعل هي الخصال الحلوة فينا بمساعدة الآخر. تماما. شوفي هلأ
نحن ما في حدا ما مرق بهالازمه يعني بمواقف كثير صعبه بالحياه، ويمكن كلياتنا كنا بحاجه لانه حدا يدعمنا ان كان يمكن بكلمه حتى، فكلياتنا تعبنا، بس هذا التعب ما لازم يكون اني انا يئس قلبي، بالعكس انا لازم يكون عندي حس يعني بالاخر اكثر، يكون عندي الاحساس صار عالي، حس مثل ما انا صار معي صار مع غيري وصار مع غيري، فبالعكس نحن لما بنكون ايد واحده ومنبادر سوا بتحسي بالمحبه، يعني لما انا بساعد سالي، سالي بتساعدك، بنساعد بعض، نحن عملنا حلقه، بتحسي حالك انك انت بالفعل طلعتي بشيء مفيد، بس لما انا بدي اقول اي والله انا تعبت اي خلص ما علي من حالي انا بس، حب هذا الانانيه او حب الانا، لا ما بيصير هلا، انا حلو اني احب حالي، انا على طول بقول انه حبوا حالكم، اذا ما حبيتي حالك ما فيك حدا يحبك، او يعني اعطي حب ليرجع لك حب، اهم شغله انك انت تعطي حب ليرجع لك حب، اذا كل شغله بدي افكر انه انا وانا وانا ما عاد فيكي تعطي لابنك، ما فيكي تعطي لزوجك، ما فيكي تعطي لاهلك، ما فيكي تعطيهم، فانا لازم يكون عندي لا روح المبادره، يمكن بالبدايه لاقيها مثلا الناس اللي ما لها متعوده لاقيها شوي صعبه انه هلا انا بدي اعطي او بدي بادر، طب انا لازمني هذا الشيء، بس لما بتبادر بهذا الشيء حتحس بسعاده جدا قويه، والشغله الثانيه انه هذا الشيء اللي هي بتعمله للناس حيرجع لها، لانه الكون صدى مثل ما بترسلي حيرجع لك، فارسلي خير وارسلي حب ليرجع لك هذا الحب، هذا بنسميه كارما. تماما، هي كارما كونيه، بس ما ضل انا افكر على طول انه لا لا خلص بس انا شو بدي يصطفلوا، هي الشغله، والشغله الثانيه ما افكر بهي النقطه يلي هي فيها شوي من الحقد احيانا، انه انا لما كنت وقفت معي انا ليلى وقف معها، لا بالعكس تمام. انا هون بخيم معادل شوي نلاقي شويه اعذار، يعني مثل ما قلت نرجع للفطره الحلوه اللي عندنا تماما، يعني نرجع لحالنا، نرجع للفطره الحلوه تبعنا، نرجع لحاراتنا القديمه اللي كانت الطبخه اذا طلعت ريحتها نضيف الكل. صحيح، يمكن هدول الخصال يعني من لساتها ما بنقول لسه الدنيا بخير بيقولوا، ودائما الطبع غلب التطبع، يمكن مثل ما ذكرت نرمين مواقف كثيره قستنا انه ما بتستاهل ساعدها، لا دائما ممكن يخجل الشخص الآخر بمجرد هو ما قابلك بالإساءة وأنت رجعتي بادرتي بالأصل، هو طيب الأصل دائما اللي بيغلب، قديش مهم أنه نحن نتصرف بأصلنا، نتصرف بأخلاقنا باللي تربينا عليه بغض النظر عن أخلاق الشخص الآخر يلي هو مقابلنا، ما كل الأشخاص بتتفق معنا بالأفكار، لا بتتفق معنا حتى بالروح، ولكن نحن علينا من حالنا مشان مثل ما حكيتي الكون صدايا يرتد علينا نحن. أكيد، لأنه هي وجهة نظره، أنا بحترمها بس أنا ما ضروري يكون مثلك. صحيح. أنا إلي رأيي، إلي مبادئي، إلي شيء أنا متربي عليه، إلي قيمي. صحيح. بس أنا ما ضروري لحتى أنت تحبني، إذا أنت بدك تحبني لحتى أكون أنا مثلك، لا أنا ما بدي هاي المحبة. صحيح. أنا بحترم وجهة نظرك بس أنا بكون مثل ما أنا بدي أكون، في شيء على الفطرة ربينا عليه، في شيء أخلاقنا مثل ما قلتي سالي، قيمنا هي مستحيل 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 تتغير، ومو معقول أنا لما بدي أكون لاقي مثلا سالي عم تعمل مبادرة حلوة وعم بتلم الناس وعاملة شيء، انا لما بدي اجي الا ليش عم تعمل هاي، ما لا تعمل شو بس مشان تبين سالي انه هي، انا شو بكون، انا هون بكون عطيت لحالي اني انا شخص فارغ من الداخل، ما عندي شيء اقدمه، ما عندي شيء اعمله، لهيك نقدت. فانا لما بتلاقي مجموعه من الناس عم بيعملوا مبادرات وعم يجي النقد من ناس تانية، هون عرفت انه الناس التانية هي حدا فاضي من الداخل. صحيح. ما قدرت تعمل شيء، ما قدرت تبادر بشيء غير بشيء واحد اللي هو النقد، يلي هن اشخاص سلبيين متعودين عليه، يعني بيلاقوا نيرمين مثلا طالعه قمر اليوم مبسوطه، إيه لا مالك طالعه حلوه، عندك هيك ولازم تعملي هيك، ليش هيك بيعملوا، لحتى لا لازم نعكرها نحن، ليش تضلي ما على نرمي ايه تمام، فهدول الناس هن طبعهم هيك، فما بالك اذا لقوكي عم تعملي شيء كثير حلو انه مبادره لخير او مبادره لنساعد الاخرين، ويلاقوا انه بالفعل الناس كلها عم تشير بالاصبع انه عملت ساوت نحن مبسوطين، لا لازم ينزعوا هذا الشيء يعكروا الجو. طب لما نحكي عن مساعدة الآخر ما فينا ننكر، يمكن حتى في دراسات كتير عم بتقول إنه في فائدة بترجع على الشخص، خلينا نحكي اليوم عن الفوائد اللي ممكن ترجع لنا لما نحن نقدم مساعدة لغيرنا، سواء مثل ما قلت ممكن تكون كلمة حلوة، ممكن دعم معنوي أو حتى مادي. تماما، هلأ أكيد أي شيء بتعملي بالنهاية هو راجع لك، أي شيء إن كان خير أو شر، وبرجع بقول الكون صدى مثل ما بترسلي رح يرجع لك، هي كارمات كونية، فأنت شو حابة يرجع لك؟ أكيد أنا حابة يرجع لي الخير، يعني أنا مثلا كلمة إذا بحكيها سيئة هي ترددها راجع لي، فأنا ليش من الأساس لا أحكيها؟ يعني أنا بلتزم الصمت بهيك مواقف، التزم الصمت أحسن ما أنا
احكي يرجع لي شيء سيء علي، والشيء الثاني تصير طاقتي مستنزفه، يعني انا وصل الشخص يلي هو حابب يسالي بيوصله لمبتغاه، عرفتي كيف؟ بطريقه انه خلص المهم انا نزعت له مراقه، المهم عصبته. في اشخاص هيك طريقة تفكيرهم أو هيك هن بيفكروا، فنحن لا أبدا ما لازم نفكر بهي الطريقة أبدا أبدا، يعني عطول نفكر بطريقة إيجابية وعطول يكون عنا المبادرة للخير، وعطول نعرف إنه أي شيء نحن منزرعه لح نحصده. وخصوصي يعني السنة 2020 هي بالفعل سنة زراعة، نزرع منيح حتى نحصد منيح، يعني صحيح. ما فينا انه تمرقي اي شيء، يعني انه مثلا يلا عادي او يلا ما بدي اشتغل او يلا ما بدي اعمل، لا، لانه هي السنه للاقوى. فنحن كل ما بادرنا وعملنا شيء خير من بدايه السنه حتلاقيه باخر السنه، يعني مستحيل انت تعملي شيء يروح لشيء ثاني ابدا. فنحن على طول بدنا نفكر بهذا الشيء، انه انا كلمه بحكيها هي راجعت لي، فما بالك انت اذا عملتي شيء خير. وهي الشغله كمان بتنعكس علينا اكيد، انت لما بدك تعملي خير مستحيل شو ما كان الشخص، لما بدك تعملي نقطة خير بترجعي بتحسي حالك انت كثير مبسوطة ولو كان عندك شر. صح، بخفف يعني بيقول التوتر النفسي، يعني احنا عندنا تماما عندنا في طاقتين الين واليانج، اذا بتشوفوا يعني الطاقة الخير وطاقة الشر، اذا بنشوف على طول بالصور في الدائرة اللي بحطوها انه كل ابيض في نقطة سوداء وكل اسود في نقطة بيضاء، هذا دليل على شو؟ دليل انه الشخص قد ما كان سيء بس يعمل، يعني حاول، هي بعلاجات النفسية انه حاول اعمل شغلة واحدة بس خير، شوف انعكاس عليه، بتحسي عايش بفرحة وكأنه هو مالك الكون. صحيح، فهذا الشيء قديش حلو لما نحن بنخلي حتى هدول الاشخاص انه لا انت بادر لو شغلة بسيطة وشوف قد ايه انت حتغير الكون بداخلك. صحيح. حتى غالية يمكن كمان في مواقف المبادرة هي بتصلح كتير شغلات، ممكن أنا ورفيقتي نكون متزاعدين وكل وحدة مثلا ما عم تحكي مع الثانية، بمجرد ما وحدة فينا بادرت وسلمت على الثانية فهي حلت مشكلة يمكن خلينا نقول شهور وسنين. فقديش أيضا المبادرة مهمة بأن نرمم علاقات، سواء علاقات أسرية، علاقات يعني مثلا إذا قلتي لها مجرد ما قلتي لها صباح الخير أنت ما بتحكي معها، كلمة صباح الخير فهي ردت شيء، لو ما رديت ممكن ترد بعدين، بس قديش مهم انه نحن ايضا نبادر حتى بخلاف صغير، انه نحن نكون المبادرين بانه نصلح شيء كان مثلا في خلاف قبل سابق فيه. تماما، هلا بيقولوا تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني البسمه وقت انا بتبسم بس الي صدقه، يعني الي شيء كثير منيح، يعني الي كارما كثير حلوه، فما بالك اذا كنت انا المبادر، وعلى طول اللي ببادر هو الاقوى. على طول اي شخص ببادر هو الاقوى بيكون، وهو بالفعل صدقيني انت اول شيء بتعطيها مساحه من الوقت انه تفكر انه انا اسأت لها، انا عملت لها هيك، عملت هيك، وهي اجت بادرت، فقديش انت بتكبري بعينها. صحيح هي بتصير في اشخاص بعض الاحيان لما بيلاقوا الشخص بادر بالخير بيصيروا بيعاملوه باساءه اكثر، ليه؟ لانه كيف هي قدرت، انا عاملتها بشر وهي بادرتني خير، طب كيف؟ طب انا بدي اسالها اكثر حتى تطلع عليه. تماما، حتى تطلع الشر اللي فيها. بدها تطلع هذا الشر اللي فيكي، احيانا بيكون في هيك اشخاص هيك طريقه تفكيرهم بالحياه. فنحن لا، على طول لازم نعود حالنا نعد للعشره ونعمل هذا الكنترول على حالنا، قد ما حاولوا الناس يستفزونا في شيء ما لازم نطالعه لبرا ابدا، في شيء لو كان في نوع من العصبيه، وخصوصي اذا انت عارفاني هذا الشخص ناوي او قاصد انه يطلع هذا الشيء اللي عندك، انا قد ما فيه بضل ضاغطة على حالي، بعدين بقى برجع على البيت عشان ما انزعج، بفضي هذا الشيء على طريق الورقه والقلم، بكتب الموقف اللي صار وبحرقه حتى ما يضل بعقلي الباطن وانزعج من هاي القصه. تماما، يعني غاليه في هيك مثل دائما نحن يعني ربيانين عليه، اعمل منيح وكب البحر، في اشخاص بيقولوا لك كمان انه انا بساعد بس بشرط، يعني مساعده عم بتكون مشروطه. نحن وين لازم نكون، مع المقوله الاولى ولا مع المقوله الثانيه؟ لا اكيد مع المقوله الاولى، لانه انا لما بدي ساعد وبدي احط شروط اكيد لا ما بدي انا هالمساعده، انا ما فيني افرض شرط على الشخص اللي انا بدي ساعده، عرفتي؟ يعني انا ما فيني مثلا بدي اروح مثلا على الشخص مثلا او لا انا بس بدي اخذك لعند هذا الدكتور، اذا منيح اي انا ما عندي مشكله، بس انا اذا بدي اخذك لعنده لانه هو ارخص او بساعدك أو بشرط دائما. تماما، لا اكيد لا، انا ما بدي هاي المساعده. لما انت بدك تساعدي اذا مو طالعه من القلب لا انت حتستفيدي بالخير اللي عملتي، ولا الشخص حيستفيد بالخير اللي انت بادرتي فيه. هاي نقطه كثير بدنا ننتبه، اي شيء بدك تعمليه ولو كان صحن اكل لجارتك،
مثلا التعبانه او مريضه او بتعرفيها لحالها او بتعرفيها فقيره، لو بدك تعطيها صحن اكل، اذا ما كان مثل ما بيقولوا اهل الاول من نص الغلوه تبع الطبخه سكبنا وعطيناها، لا انا رح انبسط ولا هي رح تنبسط. اذا كان الصحن بايت وصار له اسبوع بالبراد، اجيت انا على اساس بدي اعمل خير واعطيها، لا ما اعمله. فانا لا، لما بدي اعمل خير بده يكون طالع من القلب حتى انبسط فيه وحس فيه، اما بدي اعمله لحتى الناس تشوفني او لحتى اتصور ويشوفوني كمان الناس ويكون مثل اعلان او مثل، لا انا ما اعمله ابدا. على طول وقت بدك تعملي خير ما بدك تفكري، بنية صافية تماما، وما بدك تفكري شو المقابل ابدا. المقابل هذا بيجيكي بالغيبيات بقى، بدون ما تحسي، ما بتلاقي غير اجاكي شيء بتقولي اكيد لاني انا عملت هيك. اما انا لما بدي احسب انا بدي اعمل هيك مشان يجيني هيك، لا ما تعملي، لانه ما بتكوني استفدتي ابدا وما بتكوني اخذتي هي الطاقه الايجابيه يلي لازم تاخديها لما انت بتبادري بشيء. تماما. كمان بيقولوا اطلبوا تجدوا واعطوا ايضا كمان يعطى لكم. قديش بمقدار يمكن دائما نحن حكينا بمقدمتنا جميع الاديان السماويه بتحث على العطاء، على المبادره، ودائما خلينا نقول يمكن مو هو رادع ديني بقدر ما هو مثل ما قلتي شيء بحقق لذاتنا طاقه، خلينا نقول سليمة، معافاة من أي حقد. دائما العطاء هو بيلغي كل شيء في حقد جواتنا، بس تعطي من قلبك فرح ينرد أكيد هذا الشيء. خلينا نحكي أيضا قديش مهم أنه يكون حوالينا أشخاص إيجابيين فينا نحن نتعاون معهم على العطاء، فينا نقدم معهم العطاء والتعاون، مثل المبادرات اللي هلأ مثلا الشباب كلها عم تقوم فيها برمضان مثلا، وقت يطبخوا كلهم مع بعضهم تماما، لأنه وناطرين العالم ياكلوا يعني حوالين الجامع الأموي، ودائما بنشوف في روح حلوه في غير الفطور الحلو، لما الفطور في روح حلوه قد ايضا الطاقه بتطفي على المكان والعالم ايضا. بتحسي المكان كله في شيء من المحبه تماماً. في شيء من الالفه، في شيء من التسامح. يعني نحن صارت كثير مبادرات حلوه هاي الفتره، بتحسي بالفعل في فرحه، يعني كانه شيء انه عاطيكي ولو كان شيء بسيط، بس بتحسي انه في نوع من الفرحه، يعني في طاقه ايجابيه عم بتعم بالمكان، وبتحسي رجعت البركه، بتحسي انه اي شيء بتعملي رجعت البركه او رجع الخير اللي انت بدك اياه. فقديش مهمه هي المبادرات لما نحن بدنا نعملها، لانه للاسف بفتره من الاوقات راحت البركه، يعني صرتي اي شيء بتجيبي بتحسي انه ما في بركه. هلا بتحسي انه لا، عن جد عم ترجع البركه شوي شوي، عم ترجع هالمحبه، عم ترجع هالالفه. حتى فريق العمل ان كان في سالي اشخاص سلبيين او ايجابيين منجيبهم معنا، منجيبهم معنا بكلمه، ليش؟ حتى نحن نغير النفسيه اللي عندهم ونشعرهم بهي السعاده اللي نحن شاعرين فيها، بهذا الامان اللي نحن شاعرين فيه، حتى نغير النفوس. بنكون شو عملنا؟ عملنا شغلتين كثير حلوه، اول شيء عملنا مبادره، وثاني شيء صلحنا من الاشخاص اللي شوي عندهم طاقه سلبيه. تمام. يعني غاليه هيك بالختام خلينا ناخذ منك شويه نصائح. مثل ما قلنا نحن بجو سلبي بنكون يعني مهمومين، بنكون عندنا تجارب سيئه مع الاشخاص، بجوز الاشخاص اللي حوالينا يكون عندهم طاقه تخلينا نبطل نساعد. تمام. شو لازم نسوي لحتى مثل ما بيقولوا ننظف حالنا، نرجع هيك ريفريش مع كل يعني مع كل بداية أسبوع جديد لنرجع نعطي من قلبنا أو نبادر بأشياء كتير حلوة؟ تماما. هلأ أهم شغلة لما أنت بتكوني صح وعم تمشي بطريقك صح وواثقة من حالك وعرفانة أنك أنت كل شيء عم تعمليه هو خير وهو كل شيء منيح، فأنا ما بعطي إذني لهدول الناس يحكوا قد ما فيهم، وبرجع بقلك هي وجهة نظرهم هن حرين فيها، أنا ما حتى ما بناقشهم، يعني بضل ساكتة، لأنه كمان أنا لما بناقش بتكون طاقتي استنزفت. يعني هي أهم شغلة بقولها، وبحب أقول لكل الناس أنه بالفعل حبوا بعض، وأي شيء نحن بنعمله هو راجعنا لنا، كل ما بنعمل خير رح يرجعنا لنا. فلا يجوا يقولوا مثلا أنا ما حظي سيء، أو أنا ما عم تزبط أموري، أو أنا ما عم يصير معي شيء منيح. ليه؟ هل أنت بادرت بالخير؟ هل أنت عملت شيء خير حتى يرجع لك؟ عطول اعملوا خير لحتى يرجع لكم الخير عن جد. يعني كلام كثير حلو اليوم، وايضا نحن اخذنا منك غاليه طاقه، مو اول مره دائما بناخذ منك طاقه ايجابيه. ان شاء الله يا رب كل شيء عم يحضرنا بيكون استفاد اليوم من هيدا النصائح. دائما بادر بالخير، بادر بالشيء المنيح ايضا بيرتد لك. ان شاء الله يا رب هيك دائما النفوس كلها صحيح بيصير مواقف، بيصير يمكن مرينا بظروف صعبة، ولكن دائما
نحن بنسعى للخير، بنبادر الخير مشان يرتد علينا. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا غالية. يمكن قبل ما نتشكرك ايضا في سؤال عم يراود عالم بالكنترول، ايضا نحن اليوم ما حكينا عن طاقة المكان الموجودين في قد ايضا طاقة المكان بتطفي للاشخاص ايضا روح جميلة على لالون بيقدروا يعطوا ايضا من قلبهم. ايضا المكان قديش مهم انه يكون مريح. تماما، هلا هي شغله كثير مهمه، ما فيكي تعطي بطاقه ايجابيه وما فيكي تعطي اي شيء حتى حب اذا كان المكان سلبي نوعا ما، او حتى الاشخاص يمكن انه كثير عم يعطوك طاقه سلبيه. هلا برجع بقول اي شخص بتكوني انت موجوده بمكان عم يعطيكي طاقه سلبيه انت لازم ما تركزي معه بالسمع، ما تحاولي تناقشي. وانا كثير قلت باوقات انه نحن لما بتحسي حالك انك انت واقفه او بشيء سلبي على طول انه تنزلي يعني باهم ايدك تفوتيه للداخل وتسكري، هون انت بتسكري على حالك، بتسكري الهاله. نعم. حالك مشان تكسري الطاقه السلبيه اللي موجوده. يعني غاليه شكرا كثير لوجودك معنا، شكرا للطاقه الحلوه اللي مدتينا فيها ولكل النصائح الحلوه. ومثل ما قلتي يعني بدنا المبادره، اهم شيء تكون المبادره موجوده. وبنرجع للمقوله اعمل خير وكب البحر اكيد حيرجع لك. حبيبه قلبي شكرا كثير لك.